ان شاء الله. هو كان فيه شغل اللي حطينا فيه الاسس تاع دار الفشوش الموسم الاول، ان شاء الله راح يكون موسم ثاني، لكن رانا في مازال ندرسوا في الحكايه مع القناه ومعايا، ورانا نشوفوا كيفاش اذا كان عندنا الوقت باش نقدروا نكتبوا سيناريو الجزء الثاني ان شاء الله في اخر. والنجاح في النجاح يعني دار الفشوش، كيفاش استقبلت هذا النجاح الكاسح من طرف الجمهور؟ كل ما يكون فيه استقبال الجمهور حتى اذا كان سلبي راهو راح يخليني نزيد نطور في اعمالي ونشوف السلبيات اللي خليتها باش السلبيات تاع العمل تاعي ولا العمل تاع الفريق تاعي باش نقدر نطوره. لكن اذا كان فيه نجاح هذا يزيد كذلك يحفزني على ان يكون فيه يعني كش يقولوا المستوى استاذير المسؤوليات تزيد تكبر على اساس انه لازم ندير مواسم او ندير مسلسلات احسن نوعيه وان شاء الله. ونشكر الجمهور اذا كان فيه تجاوب ايجابي، نشكره كثير كثير.